احمد، ازي حضرتك؟ انا اللي عاجبني الروح الرياضيه والله. وانا كمان. انت خلصت الكلام الفني خلاص، هتكلم انا في ايه؟ لا اتكلم فني وتتكلم في كل حاجه. اتفضل اتفضل. اولا يعني فعلا اللقطات اللي ظهرت بتؤكد انه محاولات الفتنه ومحاولات بعض اصحاب القلوب يعني السوداء اللي بتحاول انها تفتت شباب البلد ده، الحمد لله خابت بكل المناظر الراقية التي رأيناها النهاردة في المباراة وقبل المباراة. الأحضان اللي كانت ما بين النجم الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا وما بين الحارس الصاعد مصطفى أحمد شوبير. مصطفى شوبير. وبعدين صحيح. توالت بقى الاستثناء وتوالت. احنا عايزين منافسة في الملعب. وده اللي احنا عايزين. ولكن بقى الناس اللي عايشة على التحفيل وعلى انه يبقى فيه مشكلة علشان تفضل تبان ان هي المحامي الصهور الذي يدافع ويولع الدنيا بين الناس، يعني اعتقد ان ده ملوش مكان. الحمد لله النهاردة ولاد الاهلي والزمالك قدموا عرض محترم جدا. واسمح لي بس يعني اذا سمحت اطلع بيك بس اللحظة واحدة لابننا علي زين العابدين نجم كرة اليد برشلونة، وممكن ابعت يعني بنتنا ريهام بكير دلوقتي في الاعداد والزملاء في الاعداد صورة علم مصر وهو على نهائي، على منصة نهائي دوري ابطال اليد. وعلي زين بيرفع العلم المصري وهو بيتوج مع فريق برشلونة لكرة اليد بين كاس افريقيا كاس اوروبا للمرة ال11 في تاريخه. فده برضو حاجة من الحاجات الايجابية اللي احنا لازم نفخر بيها ونشيد باولادنا حتى في كرة القدم. نعم. لكن مباراة القمة النهاردة عايز ابدأ بالتحكيم الاول. لا طبعا تحكيم واثق، تحكيم راقي. يعني محاولات بعض اللاعبين بالذات من يعني الزمالك الانفعال شوية، لكن الحكم كان ثابت. كان واضح ان هو عنده يعني ما عندوش الخوف بتاع الحكام المصريين. ان هو الالتحامات الكروية اللي هي كتف بكتف ما بيبصوهاش بقى على ان هي قضية ومشكلة وكذا وكذا. نعم. فاحنا شايفين انه التحكيم تحكيم مميز الحقيقه النهارده. عندنا اداء من اللاعبين، اداء جيد جدا فيما عدا بعض الحاجات العجيبه اللي كانت استيقاظ المهارات الاساسيه من بعض اللاعبين في الاستلام والتسلم وبعض التعالي في انهاء كرات باستهتار بدون الحرص عليها. طبعا زي ما قال كل الزملاء اللي احنا بنتابعهم وحضرتك برضو. نعم. الشوط الاولاني كان اميل الى النادي الاهلي، كان اكثر تفوقا. بعد الهدف كان من الممكن ان الاهلي بمنتهى البساطه يضيف هدف اخر او هدفين. ولكن فريق الزمالك الحقيقه استطاع بعد الشوط الاولاني حتى او في نهايه الشوط الاولاني ان هو يستعيد ثقته. برضه لازم يعني بعد اذنك نشيد بعدد من اللاعبين. انا عجبني جدا الشاب الصاعد نيمار، عجبني يوسف نبيه. الحقيقه انا يعني بنتقد غالبا بيرسي تاو وشايف ان هو كان اداؤه في معظم المباريات لا يليق بان هو يكون مهاجم النادي الاهلي، لكن النهارده تحركاته والنشاط اللي عمله في المكان الجديد اللي وظفه فيه سامي قمصان كان مسار يعني زيادة خطورة لفريق النادي الأهلي. إجمالا المباراة مرضية، وإجمالا المباراة فيها صور مبشرة لعل يعني نقدر نثبت فيها الإيجابيات ونتفادى بعض السلبيات. العواد الشوط الأولاني كان هو رجل الشوط الأولاني عواد الحقيقة. عواد الحقيقة على يعني على عكس الناس اللي كانت بتنتقده قبل المباراة وكان في بعض التخوفات، لكن الحقيقة النهاردة أثبت إن هو حارس جيد، قبض كثير من الكرات، ويعني استطاع إن هو يدافع عن مرماه بثبات الحقيقة. طيب أستاذ أيمن، لو أنت النهاردة بتلخصي هذه المباراة درجات، مين ياخد من 10؟ لو تقدر تقول لي أقرب الناس للدرجات مين؟
والله اصل هو يعني التغييرات الكتيره ما تخليكش تتكلم على يعني لاعبين يعني في تغييرات كتيره الحقيقه تمت في الفريقين وخاصه فريق الزمالك. لكن طبعا انا عجبني بن شرقي وان كان طبعا خرج قبل نهايه المباراه. نعم. في الاهلي يمكن عمرو السوليه كان شكل كان اداؤه جيد. نقدر نقول انه يعني شايف انه زي ما قلت لحضرتك نيمار ده برضه يستحق درجه عاليه تتعدى يمكن الثمانيه ثمان درجات لانه لاعب مجتهد. في كبالة طبعا الوقت اللي نزله الحقيقه غير كتير وكان مكمن خطوره كبير في صفوف الزمالك واستطاع ان هو يعمل يعني كوره بتلخص خبرات ومهارات شيكابالا. الاهلي عنده لعيبه لما نزل صلاح محسن ولما نزل يعني طبعا انا شايف انه برضه قفشه كان بيلعب بصوره جيده. نقدر نقول طبعا محمد شريف في الجزء الاول من المباراه كان متميز صحيح. جدا عنده ثبات وعنده قدره على ان هو الهدف الاولاني بلعبه بثقه وبرؤيه جيده جدا كمان. لمكانه كان ممكن يضيع لو حد تاني كان لمكانه والموقعه وموقع الحارس صحيح. يعني بدون اصطدام بدون اي شيء الحقيقه برضو ياخد درجه عاليه. مباراه اجمالا زي ما قلت لحضرتك نقدر نقول انها مرضيه للنادي. استاذ ايمن بدر بشكرك شكرا جزيلا.